السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تطبيق يحول راس اصدقائك الى اصلع، يحول يعني يحلق، يعني تطبيق يحلق شعر صديقك يعني يخليه اصلع. فتطبيق جدا خرافي يا شباب. طبعا قبل كل شيء رابط التطبيق بتحصله في وصف الفيديو. طريقة تحميل التطبيق جدا سهل، كل ما عليك انك تدخل على رابط اسفل الفيديو في الوصف. بعد ما تدخل على رابط بيوديك لصفحات اعلانية، تتخطى الاعلانات فبيفتح لك موقع التحميل وتحمل وتثبت التطبيق بالطريقة العادية. بعد التحميل والتثبيت ناس يشوفون هذا هو التطبيق على سطح المكتب. الحين نفتح التطبيق حتى اشرح لك. هذا واجهة التطبيق، اوكي. الحين حتى تختار صورة صديقك من جهازك وتخليه اصلع او تحلقه، اضغط على هذا يور بوتو ناس نشوف هذا الخيار. بعد ما تضغط عليه بيفتح لك جميع الصور اللي في جهازك. الحين اضغط على اختار الصورة اللي في صورة صديقك، انا بختار هاي الصورة صورتي، اوكي. بعد ما تختار الصورة يعني يحق لك مثلا حدد الرأس، اوكي الرأس، اوكي. بعد ما تحدد، اوكي، اضغط على هذا الزر ماكينة الحلاق، اضغط عليه. فبعد ما تضع الحين اضغط على الشاشة، اضغط على الشاشة مرة ناس ما يشوفون. الحين حلق الشعر ناس ما يشوفون. يا شباب شيء خرافي يا شباب. احنا شوف كيف حلقت نص، خليت اللي في الوسط. اقدر احلق الحين بحلقه كاملة ناس ما يشوفون. شيء خرافي يا شباب. الحين تقدر تضيف عليها شنب وتحلقه شنب ناس ما يشوفون. بالضغط على هذا الخيار شنب. الحين ناس مشوفون ضفنا الشنب. الحين حتى تحلق ناس مشوفون نحلق. شيء خرافي. الحين حتى تسترجع الشعر اضغط على هير ناس مشوفون يسترجع الشعر كما كان، اوكي. تحلق الحين تبدا تحلق مره ثانيه. حتى تحفظ هذا الصوره وهو مصلع يعني صلعه، تقدر حتى تحفظ اضغط على السايف ناس ما تشوفون. السايف ناس ما تشوفون هذا الزر يبدا يحفظ الصوره مباشره في جهازك، اوكي. طبعا تقدر تشاركه مباشره بالواتساب بالضغط على هذا الخيار ناس ما تشوفون اللي فوق، اوكي. التطبيق جدا خرافي يا شباب، حملوها من رابط اسفل الفيديو، جدا رهيب. حمل هذا التطبيق وحول راس اصدقائك الى صلعه وطرش لهم الصوره، فاجئهم بهذا الصوره. شيء خرافي يا شباب. وبس ما بطول في الفيديو هذا والشرح. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. مع السلامه.